بقى نروح على موضوع تاني ومهم جدا. بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد طبي مصري بيجري عمليات جراحية دقيقة. فين؟ في غزة، فلسطين. معانا على التليفون الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية. أهلا وسهلا بك دكتور أشرف. أهلا وسهلا بكم، وأشكر حضرتك يوسف على هذه الإتاحة بهذه الفرصة إطلاقا. أولا واجبي وشرف ليا، ومنورنا يا دكتور أشرف. الله يكرمك. الله يكرمك. أشكرك يا دكتور أشرف. دكتور أشرف، كنا بنتكلم عن هذا الوفد الطبي المصري اللي موجود في، يعني هقول إيه، بلدنا التاني، قطاع غزة، لإجراء مجموعة من العمليات شديدة الدقة. التعاون لو صح التعبير، العلاقة التاريخية والمسؤولية التاريخية والسياسية والاقتصادية والإنسانية ناحية أهلينا في القطاع. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ليس غريبا على مصر العروبة، على مصر القومية، على مصر التي شكلت حاضنة حقيقية لحقوق شعبنا الفلسطيني، على كافة الأزمنة والتواريخ التي أطلت بها مصر في القضية الفلسطينية. نحن في فلسطين وفي قطاع غزة تشرفنا يوم الخميس باستقبال الوفد الذي نكل له كل حب وتقدير واحترام، والذي وصل بمقامه الرفيع إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري، والذي تشكل برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف علي، استشاري الجراحة وعميد كلية الطب في جامعة عين شمس. هذا الوفد الذي وصل مساء يوم الخميس، والذي مكون من 8 استشاريين طبيين في جراحات القلب والجراحة العامة والباطنة، وكذلك العظام والعيون والأوعية الدموية، وكذلك أيضا أحد الإخوة الممرضين وكذلك إداري، وصلوا إلى قطاع غزة عبر البوابة الجنوبية لقطاع غزة، والتي تشكل الصمود لشعبنا الفلسطيني بجوار الشقيقة مصر، حيث تم فور وصوله إلى قطاع غزة استقبالا حميميا في معبر رفح البري، والتقينا بهذا الوفد ومع كل من نظرائهم الأخصائيين والاستشاريين من مستشفيات قطاع غزة، ومباشرة تم التعاون بين الوفدين بين الطاقمين من أجل البدء الفوري لمعاينة الحالات. وفي صبيحة اليوم الثاني ويوم الجمعة، ونحن نقدر أن يكون هؤلاء الإخوة الأحباب من جمهورية مصر العربية، رغم أنهم في فترة إجازتهم ونهاية الأسبوع، إلا أنهم آثروا أن يقدموا إلى قطاع غزة ويكونوا بجانب إخوانهم في وزارة الصحة من الأطباء، وكذلك بجانب مرضى قطاع غزة رغم الإجازة الذي من المفترض أن يقضوها بين أبنائهم وأزواجهم وأخلانهم في جمهورية مصر العربية. فكل الشكر والتقدير لهذا الوفد رفيع المستوى. بحمد الله عز وجل، يوم الجمعة صباحا تم معاينة أكثر من 88 حالة في مستشفيات مجمع الشفاء الطبي وكذلك أيضا مستشفى غزة الأوروبي. هذه الحالات تميزت ما بين جراحة عظام الأطفال والعظام بشكل عام والعمود الفقري والتشوهات الخلقية، وكذلك أيضا جراحة القلب، إضافة إلى معاينة الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي، وكذلك أيضا الحالات الباطنية، وكذلك أيضا حالات العيون المختلفة منها المياه البيضاء والمياه الزرقاء، إضافة إلى أيضا معاينة عدد من الحالات التي تم فرزها لإجراء التدخلات الجراحية يوم السبت ويوم الأحد ووصولا إلى اليوم الاثنين. نحن نتحدث عن نحو 300 حالة تم معاينتها خلال الساعات القليلة الماضية منذ صبيحة يوم الجمعة وحتى هذه الأثناء، ولا زال في هذه الأثناء وأنا أتحدث مع حضرتك أستاذ يوسف، هناك لقاء عالي المستوى مع وزارة الصحة والوفد الذي يزور قطاع غزة في هذه الأثناء في مدينة غزة للتباحث حول آلية العمل خلال الأيام المقبلة. وبالتالي هذا الوفد ليس مجرد وفدا مصريا زائرا إلى قطاع غزة، ولكنه رافعة حقيقية على المستوى
الوطني وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى المهني، حيث تشرفنا بمقام رفيع من تخصصات مختلفة يحتاجها شعبنا الفلسطيني، يحتاجها مرضى قطاع غزة، يحتاج هؤلاء المرضى وفق المعاناة التي يسمع عنها الكثير والتي تم معالجتها بشكل كبير في الإعلام المصري المقرب للشأن الفلسطيني والحاضن للشعب الفلسطيني، وهو استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر للسنة 16 على التوالي، وما تبعه من حالة عوز مستمر فيما يتعلق بخروج وقدرة خروج مرضى قطاع غزة عبر الحدود سواء المرتبطة بجمهورية مصر العربية أو كذلك المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي وجود هذا الوفد هو تعبير حقيقي من الشقيقة مصر على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وعلى التزام الحكومة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووجوب إنهاء العزلة عن شعبنا الفلسطيني الذي يرزح حتى اللحظة تحت الحصار الإسرائيلي. وبالتالي هذا الوفد ليس مجرد وفدا طبيا فحسب، ولكنه يعني أن هناك أصالة حقيقية لدى الشعب الفلسطيني وإرادة سياسية لدى الحكومة والرئاسة المصرية بأن هذا الشعب يستحق الحياة، ويجب أن نقف معه في كافة تفاصيل حياته وصولا إلى الخدمة الصحية التي اليوم سمعنا الكثير من التعبيرات الحقيقية من حناجر مرضانا. شكرا لمصر حقيقة، شكرا لشعبنا المصري، شكرا للحكومة المصرية، شكرا للرئاسة المصرية على هذا التعزيز لصمود أبنائي شعبنا الفلسطيني. نحن نتحدث اليوم ليس مجرد أننا استقبلنا وفدا مصريا، ولكننا استقبلنا شعبا مصريا يقف موقفا شجاعا بجانب قضيتنا الفلسطينية، ولكن رأس حربتها اليوم هذا الوفد الذي يزور القطاع المحاصر. يا دكتور أشرف، الهم واحد، الألم واحد، الدم واحد، لا نقف خلف ظهوركم وإنما بجانبكم كتفا بكتف ومعا حتى النصر، قول إن شاء الله. بإذن الله دكتور أشرف هنفضل دايما موجودين مع بعض حتى يحصل حق الفلسطيني أو حق يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه بإذن ربنا وفي حياتنا، قول إن شاء الله. أشكرك جدا دكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية.